على أحوال الطقس مع موبيليس. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال يوم الغد بحول الله ستتحسن الأجواء على المناطق الشمالية الشرقية بعدما أن شهدت اضطراب جوي، لأن الأجواء ستكون مشمسة لكن بعد انقشاع الضباب خلال الصبيحة وأيضا السقيع على المرتفعات الشرقية. جنوبا مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب تساقط أمطار معتبرة، يجب أخذ الحيطة والحذر على المناطق التي تقع بجنوب منطقة الواحات لغاية الجنوب الشرقي شمال ولاية طبعاً راس ووسط الصحراء. إذن الأمطار ستكون على شكل زخات رعدية، صفاء تام على مناطق الجنوب الغربي. بالنسبة للحرارة الدنيا خلال هذه الليلة وصباح الباكر اليوم الغد تكون دون صفر على أغلب المرتفعات، خاصة بمنطقة الأوراس 3 درجات تحت الصفر، الدرجة صفر بقسنطينة وتيارت، 3 درجات بتيزي وزون، نفس المقياس بشمال الصحراء بغردايا، من 4 إلى 7 درجات على السواحل، تقريبا نفس الأجواء أو نفس درجة الحرارة على الجنوب الشرقي ووسط الصحراء ومرتفعات الهجار وتاسيلي، لتقارب 13 بكل من برج باجي مختار وعين قزام. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى بحول الله تبقى مستقرة، مقاييس ما بين 15 إلى 18 درجة بسواحل، 18 أيضا بتيارت، 11 فقط بقسنطينة، تقارب 15 بتيزي وزو وعنابة، 14 درجة بغردايا، 18 بكل من بسكرة وبشار، 19 بأدرار، ترتفع إلى غاية 20 درجة بعين صالح، وال21 درجة ببرج باجي مختار أو تمن راس وجنات، وال31 بكل من برج باجي مختار وعين قزام. بالنسبة للبحر خلال يوم الغد بحول الله سيكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كافة السواحل، رياح ضعيفة على العموم ضمن تيارات غربية إلى جنوبية غربية، تميل إلى غربية وشمالية غربية بالسواحل الشرقية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله الأجواء ستبقى مستقرة، تعرف تحسن أيضا على كل المناطق الجنوبية، أما عن درجة الحرارة سترتفع قليلا لتصل إلى غاية 22 درجة بالسواحل والمرتفعات، 26 بشمال الصحراء و28 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. نعود إلى نهار الغد على مستوى العاصمة وقت شروق الشمس بحول الله سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و22 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و39 دقيقة. لأكثر تفاصيل عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. قدمت لكم موبيليس الأحوال الجوية.